إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عشر روح قبل أم يا كتابك العربية بين يديك جزك صدحات حاشد اللحية سديتا. أولا الاستيعاب والمناقشة، واستيعاب وإن فهمها موضوع أنقص وشيكين أمنسكي أنقص ورمي يا مناقشة أو أفرنقين يا فالين. تدريب واحد ليلس كوباد، أجب عن الأسئلة التالية كجواب سؤالها صوت صعود باختصار سكوبا. واحد، لماذا اختار المسلمون؟ ما هي دور تندد كي مسلمين تأها الحبشة ودن كحبشة مكانا ميل الهجرتهم أي قحونتي أهان كتغان الأولى قحونتي قودي أهرهي سبب تأوتغين محايا هاي. اذكر سببين، لبابا سببات شاك لبابا سببات أوكو كلفي شاك. والنبي عليه الصلاة والسلام وعطي المامي ودن كا حواشدة نمبو قره عادله وناكسن إنو جوغو ومارتي أكتيس آن ددك لغو دلمين سلام عليكم دد وناغسن ان هي دل وناغسن او شيغو او تلمامي لبدا اريمود با كميد با اهايين اتنين كم كان عدد المهاجرين امس اهايين ددكي هجره تغي في الهجرتين الاولى والثانيه هجرتي هره اي طلبات امس اهايين تي كوباد وهاي اهايين 12 iyo afar dumar ah 16 kaasa markii hore tagay markii labaad waxa tagay muxuu aha 4 3 8 raga iyo 18 dumar ah waxa isku ahaayeen kolka 101 ayay isku noqonayaan oo amar labaadkii intii tagtay lima qadib an-najashi min batariqatihi محوغا عروضي نكي نجاشي نمانكي مدحضا اها محوغا لتليي وعيكو لتليين ان لبادن ان اقراها عمر بن عاسية عبد الله بن ابي الربيع اللو ديبو ايضا او وحبا اللويدين رقي صوما قنقري تبادنا وقا عروضي حوليسا يي لما يي قولا ذكرنا وان وريسان دونا اربع لم يكون نجاشي لما بكاء محيوين أن الجاشي نكي نجاشي أها وأساقفة نمكي وذادد أها يقولون كتبت يقاني أما الدين تكريستان كعلماء كو أها محاي لقوين وحاي لقوين مركي آخرين مركي آخرين محو أها مركي آخرين قرآن كقار كمدو وآخرين نكي لورنشري رضي الله عنه جعفر بن أبي طالب أي القرآن كمعنى هي سيادة آدم مراقبين تبنوي أوين بس كم تبين القرآن معنى هاي تلمام أيام القرآن الكريم كي الدين تي النبي عيسى إنجيل. خمسة مما فهمت من النص وحي النص كفهمت مرك هذا آخر ده من كان أمير المهاجر للحبشة يا وها هجامي يا مضح قلدي تكتي محوها حبشدة وقت جاء مرك وحوها جعفر بن أبي طالب. لماذا تناخرت البطارقة محي أقوحين لمن كي مضح دعاها ومضح دعي دمضي يسراكيشي حول النجاشي كحرنا النجاشي محي أقوحين وعي أقوحين مركويلي يعني واحدهين ضد نبتقلية حيستة تلكي كانت كون نبتقلية عدة يندل بدانا إيضا ظلمك مسؤولية دي دلور راعدونا ويكحمادين يو والله هدية دي وحكا قاتل لالوشا نمن كان قريشي دي يمد. كيف خرج عمرو بن عاص وعبد الله بن أبي الربيع السدي كغا صواب بحينو كغا يمادين عمرو بن عاص يا عبد الله بن أبي الربيع أو كي يمد قريش
من عند النجاشي مركز صوبي حان سيدي أهاين وعزونا مغبوحين يقول او قد عويتي قبح لقنا عليه وحي اي دوني ان لقى اقبالين او فرمران لس نقونا ايه نقودين ثمانية هل استجاب النجاشي ميو اقبالي او قلالي نكي نجاشي للرغبة وفت قريش وفت قريش اي صادر تي لابد ان ننكا كوبنا وحي دونيين ميو ياري وامايا وديدي تسعة هل قبل النجاشي نجاشي ميو كو قدومي او كو قلالي الهدايا هدي دهي كيران ميو وفت قريش ميو كا اقبالي ها مركو رو كو قدومي مركي دمرو كو عليه او اركيني حق درقو سعودان و عليو حروحو ده اللو عليو مركو رنو كو اقبالي تدريب تاني لايلس كالباد اذكر واحد شاكتا من النص النسكة من العبارات اذكر من النص النسكة واحد شاكتا واحد تلمانتا النسكة العبارات هذا الذي تشير الى ما يلي هذا الذي شيقي واحد هل كان كقرن نسكة نسكة واحد الكي نصومرني ايه هوري ايه مارت ديرا واحد كسو سارتا بولي يهي نسكة ايه هذا الكي نصومرني واحد تلمانا ايه واحد كان كقرن اذكر شيك من الناس الناس كواحد كسو قاطات كشيكتا العبارات هذا اللذة التي هذا اللذة تشير التلمامة إساء عدين إساء إلى ما يلي وحن صوص عضا وحن صوص عضا معناها أنه كان كو قرني قار معناه هو دوحة التلمامة يا حقا كو قرن نسك واحد وجد المسلمون ومسلمين توحى إلى المكان الميل يستقرون أي كسو نادان في أي دقنادان فيه ماشا بطمئنان سحة سلون نئة ونبتقلية او مارتي نفس امال اي سلك ساران او دغناشي نبت غليلي يا حاسلوني لا اسكو هلين كرو ايي كيلين هلكا وها هادلكا سدا ايمكا او قورن هادل تلماميا كو جيرا عبارتي هوراي لا دونو اثنين لجا الى بلد الملك وها سو مغان غلاي بقوركا دلكيسا شباب تضلن يرا ابي لهدين ولا اخلاق اللهم انا اخلاق الحين هذا الكاس وهذا الك عمرو بن عاص وكلها يا عبد الله بن ربيعه اي كلها هي بطريقه مركي لي جوجين ان ثاني بقر كبا غارين نيمان كمدخدا اه واخا غولادان واخان ودين شيغينا واخا ما انغلي اهان كو يمد دلك بقر كو كتليو اي يعني ارض الحبش نيمان دلن يرا اه او انا اخلاق الحين بيدهدين واد كيلي ساكه سو سار بو كلي ثلاثه تركو وي كتغين بيدهدين دين ابائهم دينتي ابياشود وأجدادهم يأويدود تانوا هذا الكي بحكو جرتي عمرو بن عاصيو عبد الله بن ربيعة هذا الكي كلها هاين أي كجرتي أي كويل هذين بطارقة نو كويل هذين نو كم تحت بقر نو كويل هذين أربعة أرسلنا وحنا صادري إليك أديك وحنا صو كادر يا بقر كي كورنا يان كبارنا أضياء شيدي ومن أهلنا أدرك يا كاميرا يد هي رح يجي أضياء شودي ما تحت ودي ما نصادري dadkaygi waa weyna ee madaxda aha een taana waxa yiri Cabdul Caasi Cabdullaah ibn Rabi'a ku oranaya ee boqorka iyo wadaariqada way ku yiraahdeen khamsa naqul waxaanu leenahay naqul waxaanu oranayna asidqa waxa runta abaynu sheegi wal yahdud ha dhaco ma yahdud waxa dhacaya bay yiraahdeen hadalkaan waxa yiri asxaabti rasuulka (alayhi salaatu wa salaam) asxaabtaadi radiyallahu anhum markay ka tashanayeen maxaynu ku nahnaa boqorku waa keenay yeelayee waa ilaadeen wixii xaq ah iyo wixii aynu maartay run ah uun baynu sheegi wixii doonaya hadhay inagu been sheegmin sita araadu an naj'ala al haram halal waxay doonayaan inaannu ka dhigno sheega haramta ah shay halala ay naga doonayaan hadalkaan waxa yiri Jaafar ibn Abi Talib isagoo la hadlaya boqorka xaraanta inaannu xalaal ka dhigno inaga doonayaan xalaashana xaraan ka dhigno xumaana aanu ku dhaqanno diin la'aana aanu ku noqono ayay naga doonayaan doodihiisa way ka mid ahay iyo dulmiga iyo gardarradii aanu sameyn jiray iyo fawaaxishka aanu ku dhaqmaynay ayay nala doonayaan nagu dilayaan inaannu ku noqonay doonayaan ilaahay naga badbaadiyay sabca maa jaa bihi muhammadun wa ciisa diinta nabi maxamed keenay يتي نبي عيسى كان بي لهدين عليهم السلام لابدو نبدقل يها هاتي مستره ماشي ديمها سيكا صوبحين واحد واسكم ميال اون
كان وحيري نكي بقر كاها إن جاش بهذا الكنيد دين تان النبي محمد كلا دي آخر دين يتي أنه يسنا النبي عيسى واسكم يلبكسوف اليوم بينا ثمانية كل الذي قيل الله وحي لقش يا جبيل هذا لقيري عن عيسى عيسى لقيري حق وارث لا زيادة فيه يحبكم مثلا واحد إرادي كان وحيري معناها من كان جاش بهذا الكنيد oo waalka ka meelaha ka guuxeen ee maartay oo ku go'an qaatay waxay waxba isma dheera sida aad idinku aad tiraahdeen umba halkan ku qoran inta aad seegtan waa abdullahi wa rasuuluhu un weeyay oo kalimatu alqaha ila maryama un weeyan wa ruuhun minhu saad seegtan umba halkan ku qoran buur tadrib thalith laylaska saddexaad manil qaailu hadalkan hoosta ku qoran yaayidi wa mal munaasabatu وما هي مناسبتها أما يعني أرنتك كأنتي إن هذا الكلام إلى هذا القول هذا الكواكن القائل هذا الكوكر هكذا قف كيدي مناسبتك كأنتي أما أرنتك كلفت هذا الكلام هذا الكوكر لو خرجتم هذا أدو بحضان وأدو هيانتان أدو هاجرتان إلى أرض الحبشة للك حبشة فهي للك أرض صدق ودل هن لغن نوري هاي وأن بين مارتي حمان أن لا قدر من هذا الكوحي الرسول صلى الله عليه وسلم صوت وحي هاي لإذاء قريش أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كذبين أيه دبنا هذا الكائن اثنين صدقاء أيها الملك بيدهن هم بيشجل بقريهو أسلمهم إليهما وديب لبدو ضدكم كوريج وحي البطارق هذا الكوحي اللي منكي مدحت آها أكو حرنا نجاش سبب تلو واحد هاي مناسبة دو مركو كه أي كه الليل نبضنن إمارة أكلها عمر بن عاصي عبد الله بن ربيعة هذا الك أتشيدين أي هذا رمبي شعر قابط هذا ثلاثة نقول وحن أرنينا والله لا ما نقول أرني ما علمنا وحن نوجين حقها وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم وحن نبيجن نفري يا إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة تذكى حبشة شوقي أصحابها بس هاي مناسبتنا وحي هاي مركو يا بقر يا لدوا لدين دونيا وانا لدين ورسانيا وحسان لدين ودينيا أي لا ورمحين ولا هنا مر هذا كبير أنت كتير تاعي ورهن تعلقوا بحسارهن تون أيه اللي بيدا واحد ولا كذا أربعة خرجنا إلى بلادك طلقا قال نوصو بحني بقرو طلقا قال نوصو بحسني أن نوصو بحسني أن دل طلقا يجي أغنمي ورجعونا وحنا كاسوجينا الله نظلم إنا قدرة لقون لقصة مينن عندك أكثر حق أسان لقصة دل ما يدل كيجي إن أكثر هذا لقون دل من أيام رجك قمنا أن رجيني نبينا يا إلي بعد جعفر من أبي طالب مناسبتنا حي هاي ورئيسي والله يا شيء نجاشي جعفر يسأله ويديني به خمسة والله لآتينه وحنو كان دونا بقر كبوري بما أستأسل به وحن كود شرد قويه كدبر قويه خضراءهم يعني عجار كود بقى أنكو قويه أم بقلك أكو شرد قبي كود بقى أم في فن كود عد بقى أنا كهارين تاو حيري عمرو بن عاص أي هذا الكايري وحنا مناسبة هيد مركو كقول ترى سفر دقي كوبات ضاد يقرتي أي هلان أصحاب رسولكو أيو كلمة دا يستجون يجري إن اللهم ستة إن اللهم أرحاما وحيلين ورحكتوا وأدري إنه حكت أبيدي وإن كانوا قد خالفونا هبا هذان قارن خلافي بهن قضانه هبا سأهاته وحوي أن تدحكت أهوسو كيئة هذا الكلام حجع عبد الله بن أبي الربيعة أول السعودي نكر إلى عمرو وعاص مركو إريجان هو يجري أولوان شريط جوين يا مناسبة دا مركو يجري waxaan ku sheegi doonaa boqorka arin aan ku dabar gooyo nimankan oo boqorka inta ku caroodo aan waxba ka reebin nimankan marka uu kan xariis badnaa wuxuu guuri war nimanku niman xigtiyo tola weeyaa gacanta maarta boqorka ku leeynin aynu mabda ahaan ba is khilaafsanaane dadada halkeena weeyaan halka arinka ha gaarsiin buu yiri sabca wallahi baan ku dhaartay ma cadaa ciisa ciisa ma dhaafin كمو قد بنبوري ما قلت وحاتري هذا العودة يعني هي ترفقه أما يعني قري قاير وحلاق نمو دافن
انت هذا الكيائي القائل وان الجاش بهذا الكيري مناسبتنا محايا هيد مركي لويدي ورعيس محاد كقبتان يقول عبد الله ورسوله والروح منه وكلمة أرقاها إلى مريم يعني أنه كقبنا إن رسول أدون الله يا رسول الله يا هي روح دي الله يا مريم وكتوري هذا الله يدمو أيان أنه كقبنا مركو سيدا يدي أيولي انت إن لك مورافين انت شيكتون بس نشيكي بولي مارتي وين تاين لكم تدريب تا وحري النجاش تدريب رابع رتب الأحداث التالية بالسكوها جاتي دعدو يمكن صوص عضة وحزوها جاتي حسب سدي ورودها يقص وأرور في الناس الناس هذا الناس وهذا الكع عند صوص يعني هراء ديرة دعدو ينهل كنا أيها قص وأرور ولا سوي داري سدي أكله الرئيين أكله الرئيسين هكذا ما هو عقارن تحدث جعفر ابن أبي طالب جعفر هو لش كيستي مع النجاشي هو خلاش كيستي عن الإسلام وعيسى استين تسلم كي النبي عيسى هو خلاش كيستي وهو يسكور يستين سقو وحكو يديني النجاشي بسؤاله ويديني جعفر هو كجوابي وقدم قدم القرشياني لبطنين إيرها قرشي وحيسيين هدايا هديسيين لبطارقة النجاشي تذكر ما لحظها حلك وهي حاجة عيدما دي حاجة استوى وهو جامياش عيدما ضيئه ما ضح ذي كله إن جاشي ليش قيني وعيسيين وحيا به ذي ذا وايدونيين إن أي وحيدونيان أمران أما أي كرة عن تاجران جيم ركب المهاجرون تتكي مهاجرين تاع أصحاب رضي الله عنهم وحي فولان سفينة تيني لبدو يدب إلى الحواشة تلوك حواشة أوراعين دال أصاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وحقول عيا أصحاب رسولك بلاء بلايا كجد عضي وكسو قالي من قريش حق قريش تكجت من يد باتي استلع بالا جارسي ها صدق النجاشي وره ما يستي نجاشي المسلمين المسلمين هذا الكود وره ما يستي وأمنهم نبتقل يوسي على أنفسهم نفتودين لبتبادي عدنا ثابن كرين ويدل كيس سن نبتقل يقولنا ولا هذان واو طلب البطارقة waxa ay codsadeen nimankii madaxda ahaa ee maartay najashi madaxdi min najashi boqorkii najashi waxa weydiisay madaxdi dawladdiisu tasriim al muslimina lil rajulayn in muslimiinta gacanta laga galiyo labadan in xaq quraaysta ka yimid zay arsalat quraayshun quraaysh waxay direen isneen laba ay direen min rijaali ha rageeda kamida waxa u direen yarudu ilay soo celiyaan al muslimina dadka muslimiinta ku soo celiyaan makkah ح أشار رسول صلى الله عليه وسلم رسولك وح أطل مامي أو كلت لي على أصحابي أصحاب تيسا بالهجرة إلى الحبشة يعني حاجة أوقع عنه أوضن كيسكية عن الحاجة حبشة أوقع عن هذا هذا الكسيد عسه سيد أقرنا أما أكله ريبة أمي له أضوجم سيد أقرنا أسبوعها جاي تبالي قولي هل كي كبر أبنتي waxaan markuu horeeyso oranaynaa oo horeeyay ashaab ashaab ar-rasuul sallallahu alayhi wasallam waxa ku dhacay ashaabta rasuulka balaa'un dibba kaga dhacday aad u adag min quraashin quraash dhibaato badan ma ka soo gaadhey wa ka hada laga bilaabaya hada ku xiga ashaara rasuul sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu kula taliyay ala ashaabti markay dhibta badan ku dhacday bil hijrati inay u barakacaan oo u qaxaan يلا حبشة حاجة حبشة ده وحمر كاتب بدنا كل حاجة هلك جيمك ركب المهاجرون كل كاتب بدو حفولين ده كي قحية يا مسلمين تاها الدين تود لف كني سفينة تاني لبدون يد يلا حبشة تلك حبشة ده أي أوراعين وهذه لها يدمو أوراعين وحمر كل حاجة يا زايدة كل حاجة أرسلت قريش قريش واحد درين تبعنا إثنين اللباء من رجالها رجيدة كمدة بكتب الدرن دتك هجرودي ليردو سو سعليان دتك هاسي المسلمين دتك مسلمين تا وانين بدقلية ايو نولو وناكسين هريني اي مكدي بقو سعليان سانا يسوقو الرسن وانا هلك حوقو نغل واحا قوحق ايو بعضها قدم
وها أي سين القرشياني لبعض النار هي قريشات يا لو كلون جرى عمرو بن عاص يا عبد الله بن ربيعة هدايا هدية أوجيين لبطارقة النجاشي نيك النجاشي ماذا حدي ليش قين سد ولديسا وحيسيين هدي الله يدمه هديده سأي أطهاجران موقف كييجو أي قادنا يان سأطهاجران أو أي مرتي أقاطان قوان سامين إياه محوها قوان سامين إياه أصحاب رسولك مركا تاسي وحي أسينيين إنا يغا تاغيران أي أسينيين وحا مركا كحيغا طلب البطارقة تاسي نكحيغ سينينا طلب البطارقة وحكوغا وحكوغا صدين من كما لحظاها دولة كمدها النجاشي من النجاشي النجاشي وحي ويديستين تسليم المسلمين مسلمين لوغا عنقليو ولو دي بلو رجولين لبضانين ودب لو عليو تاساه ريسي تبين نقاشان خروفتي تحدث جعفر ابن أبي طالب جعفر روحو كلاشي كيستي مع النجاشي النجاشي عن الإسلام الدين تي إسلام هو حكوي دي وقور رمي مركا يو عيسى النبي عيسى لبضا بحبو كوي دي محامركا كوحيقي وعاكوحيقي هذا نوحن نجد هذا صدق النجاشي نجاشي ور رميستي المسلمين المسلمين تهذا الكودي بر رميستي وأمنهم على أنفسهم نفتو دينا ونبت قليو حولي نبت قليات كون ولا نسان تلكيك ساسي دي بديسود دي بسعودين ساسي هو هكاتشو مركالية تدريب خامس ليلسك أدي الله يدمشنات أجب بوضع علامة الصواب كالجواب أديكو علامة الصحة دقية أو خطأ مع علامة خلطك قلبك دون تدق أديك أرقتي هذا ثم صح الخطأ وحي خلط الصح سيصح كولتها كولا مقطع أقر أما سيستحضر أبو أقر أو واحد أول هجرة للمسلمين كانت ليثرب قحون تيقوه ريه كقحة مقالة مكة إسوغو الدين تيسا لعر ريه مقالة يثرب ومدينة أبي هاي تاسوا قلد يوحا أقوه ريسي أرض الحبش أدرك النجاشي نجاشي وحو أقادي أن الإسلام من عند الله دين تي إسلام كنا حق إلهي كتمد تاسنا واصحوه فامي ثلاثة نجح عبد الله بن عبد الله وعمر في إعادة المسلمين عبد الله بن أبي ربيعة يا عمرو عاصوحة كوكو ليستين إن المسلمين تكسوا عليان إلى مكة مقالة مكة وضدك إلى صورة عيو تاسنا وقلت أربعة هاجر المسلمون مسلمين توحي كوكو وحي وقحين إلى الحبشة حق حبشة وحي وقحين لسهولة الحياة فيها نلوش أوربي ريضو نلو برواقع أهيد ما يهين وحي وقحين يعني وحي شوقي نبقرة وعادلة لول وناسنا ودق وناسنا وها دين تودنا ولا فكنيين أو دباتك وعضي أي كي يعين وناقنا عدالتنا والله شاك ماشا وانا كهلين خمسة لم يسجد المسلمون مسلمين توم سجود للنجاشي مركي سلاميين سلامتي سجود هدمي سجود السلام عليكم أيكو سلامين سلامتي عادقة هيد أيكو سلامين ستة عاد المسلمون مسلمين توي صون غدين الى المدينه مدينه مقال المدينه يمادين بعد اسلام قريش مركي قريش اسلامته قريش كدي ميتان ما هين انتان اسلام بييمادين واخا صون غدين مقال المدينه مكه مره بكو صون غدين قار كميدي واكو ديب او نوقدي مركي دمبه مالنتي دغالكي لوري جيري خيبر اي كسو قيب غلين ايغو مسلمين تو كو غوليسه دغالكا اي يلاادو كني غلام واخا كو فرحا جعفر يا صحابتي سو قلي مسو غوشه خيبره يعني ما لنتاسي اي مادين ما كدي بو ميسو نوق مركي دمبه ثانيا المفردات اما كو اريو اري اري كلمه غاره وتعبيرات يا عرن يا هل ابور وتعبيرات هل ابور انتبه تدريب واحد ليلسك كوبات سلبين الكلمتين المترادفين مترادفتين واحد حديثا لبد كلمودو اسكو معناها أخذ أن نخلعه وأن سيبينا وحلا معنى تاينا تركه وأن كتغينا هذا هو أن إسك سيبينا إسك سارينا وعايز كم إسك مديهين تدالك وكو قرينا نتركه وأن كتغينا وير أصحاب وطل نبر تنينك وحا إسك معنى يهين
أغضاء ظهر القرآن أصدقاء وصاحبه يا أصحاب وأسكم معنا لما كلمة الله سلام عنهم بين مرة وبين سلام دورانينا ثلاثة بعثوا ويدرين وحيسكم معين هلك هذا أرسلوا ويدرين أربعة ساحل وحيبتا وحيسكم معنيهين هلك يا أدوك قرآن تقدم بيسا قيبتا كلي شاطئ وبد حيلي دي حيبتي ده. خمسة يفلحوا أي أو يعني قوليس وقوليس تيه ووات شناد وحيسكم معنيهين هلك وكقرين ينجحوا وقوليستي أما وقوليستنية ستة رجعوه ويصون نقدين وعايزكم معنى يهين هل كتيم كقرين يعادوا ويصون نقدين سبعة فارقوا ويكتغين وعايزكم معنى يهين فارقوا يعني دين تأبياشو دي بكتغين بلا هاين يتاويضوا فارقوا وعايزكم معنى هل كبعض كقرين تتركوا ويكتغين ثمانية بلادي وطن كيغا وعايزكم معنى يهين هل كزايد كقرين وطني وضل كيغا دار وغري وتسعة دار وغري وعايزكم معنى يهين هل كقرنت حادو وأسكن غري عشرة قوم يعني قوم وضد أهل وهل كأوريسا عايزكم يديهين تدريب تاني ليلة سكا لبات ما معنى التعبيرات التالية هذا لنا صو صعدة يعبر هذا معنه دوام حي واحد لا يقدر ما أودي كرو أن يمنعهم إنه كعليو مما هم فيه وحي كترين إعدباطاء رسولك كمو علين كرين أصحابتي سه كمو علين كرينين مركا معنى هذا آيات قولي دونتا اثنين إنهم أصابوا وحي هلين بها أرض الحبش وحي كهلين دارا قري يديغان يو قرارا دقناشو نبت قليا يكون ولادان ثلاثة جاءوا ويما الدين وحي لي ما الدين بيد هذين بدين دين مبتدع لسميي أمارتي وحل سميي أو أن هرؤو شرين لا نعرف ما قرن نحن أنه ولا أنت أنتم يدكون قرن ميسان وهذا الذي عمرو العاص يا إلى هين عبد الله بن ربيعي يكدو دين دين لسميستي أو سميست وأنا أنا نقول قرنين إذن أيضا قرن بيكون هذا أربعة لم يكن شيء أبغض عليهما مجرين وحي كان عباين من أن يسمع إنا مقلان كلام النجاشي هذا كان النجاشي إنا مقلان وحي كان عباين موجرين مرقب الله نقرنا إنه النجاشي هذا الكود الذي يستبق وأصحابته وكهل دي النعباين إما كان هذا الكين النجاشي وحي كان عباين دوامر كود شوابه ويدي هل كانت شوقي سان إذا نواز كان غس هدية دين النقاطة عدين تابن كرتها مجرته يعني أوسوت شديد ويقول نعباين يا قوان كيس مركو تشيدني يا جوش يا مسلمين تقول راضي خمسة كنا نستحل وحنا بنيسن ترني مركي هرا نوبنا أنا المحارمة وحيابها حارانتها ولا نعرف من أننا نقول حلالا ولا حراما ما أننا كلا نقول محارمتها حتى واحد كمدها يعني جورك أي جور سنيان تمران حتى أوبنا نين أي جور سنيان والله جاي أبنك ينوي إن أنت صدق صدق جوي هجورسو إنه نكونا يدي أبو إنه جورسدو وحيابها سوكالي دقن كودو بيكو تريجل ستا اخترناك وانكو دورانا اديقا مالك بقريهو على من سواك عيد الله عيدي كاسو هدية دون كاكو نغلبانو كا دورانا وادانو كو قصو وقحانا ورغبنا وحا آنو تشعلنا هاي وحا آنو تشعلانا وانو آدو تشعلانا في جواركنا نو كلا تشارنو نو اكتا دقنو وحا مارتي هذا الذي كلها جعفر بن ابي طالب ايه هاي معنى هيدا الشيك بالغوري تعبيرات كان يعني واسر حكرة أمر كان سبعة إن هذا كان هذا الكن يا قرآن كان والذي وحن قدارت يا والذي جاء به عيسى هذا الكن نبي عيسى قرآن دينته كان لا يخرج وحقصه بحياة من مسكات واحدة واسكو داقت كل يبور نجاشي بأور نمر كل يقيسة قرآن كي وآخره وكبل آبي كافة يا عين صاد منك لله جعفر بن عبد الله رضي الله عنه وحو دبيني البقر إن هذا قرآن كان كان أخري والذي دين جاء به عيسى نبي عيسى وليمد لا يخرج وحق صباحا من مشكات واحدة واسكود قد كليبون يعني إلى هيبا سود الدتشيب لي تدريب ثالث لا يلزك صدحات سلبين الكلمتين اللتيني واحد سكوحر يرسال حريق سكوحر دا لبدا كلمدود اللتيني لبدا تأتياني معا وضا الصعودة لبدا قيبوتكو كريتشرة واحد صدق بها الكاكو قرنهن
الحديث بقى لغو داري سيد قول الحديث وحو النبي قفري إن هذا الكرون لغشي يقو اثنين عبادة الأوثان بقى لغو داري أوفرسو وزايدة يعني عابدية سنمية دا أيو نودي دا رسولك صلى الله عليه وسلم عليه. ثلاثة حسن وحال الله دوران يكيا أوضن بي حسن الجوار أيو نفريا إن أنا سيفي عن ضدك تارك أي أولوك يدرسك سيفي عن الله دقنه. أربعة مال بالك قرن مال اليتيم يعني وحن أنا عوني كرني حولها قون توني بقنو دي دوليس كدائي وحرام. خمسة دين بالك قرن مركا هو دين مبتدع بالوغين دين لأبوري أو أدي الله إدمو لسميي ونفرق كرن بي ليما دين. ستة قول زور وخطأ ده وحنو دي نبقو هذا الكبين تاه. سبعة كلام طيب هذا لما يسمى بعض القدر هذا الفيعن يأكل الميتة يأكل واحد القدر يا محي الميتة وتوه كقرية هاي يعني وح عنا يا بختك يقطع وتسعة صومها يقطع وح جين يا جيم كوجي على الرحمة يا سكيا هي حكت ده. عشرة أداء يا نوقرن أداء الأمانة بنقدرنا مركا أودالك أمانة بحنتين وحيابا نبقوا فريه بكمل هاي الاختبار الأول إمكوا حين قادنا هنا محوها وامتحان كي وقهري والوحدات الواحدة إلى الرابعة مركوا الواحد القادين شري اللبا اللبا إمكوا أفرتها مربع لقاضية كلك أفر امتحان بو يلانا يا ما دام ويا هاي لح يطبا وحدو مركوا أفرتها هوري أفر بين مكرا مينة اختبار كودي. اولا القراءة مرك اورس وحلا نوي امتحان يا اخرس اقرا اقري النص التالي هذا الخصوص صوده كل كورا اقري وفهم ثم اجب كجواب عما يريه وحا كدنبيه دبا صوده ومن اسئله سؤالها مرك انت اخرس كدمايسو دبيدنا سؤالها سو صوده كجواب يا دبا صوده. واحد يبين وحو انه عدينا يا لنا انغا القران القران كو وحو انه عدينا يا قرانك كريم كاهي ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي كان انه اها أميا مد سيدي هو يدي كل شيء أنا وأن إسكب الدليل حق وحبر الشرة والله يقرأ ولا يكتب وح قرنا أنا خرين وح لو يرينا أن قرن أيها والقرآن وقرآن كتاب وكتاب الله سود تجيه مختلف كدوان تماما سيدنا ما يستلم وح كدوان يهي عما يعرف وح أي قانين العرب عرب وح ولا أي قانين لكن كود كتير يا قنتو ضعها ومن شعر قبي يجيرار يو نثر تح يتراب نثر وهذا سوغامي سن لكن أنا أهين شعري يقبي قافية وزن لماها لكن هذا المرتلي أما مهما هنقضو مهما هدو وحاكو شرطان نثرق أما هنقضو هل كدك لها نقضو أما هنقضو قصة أدق يمارس الدوت إيا خطبات هنقضو أما غضب هذا لا دل قره القيمة عليه هذا حلق لك أن قبيق أهين السوغان تأ نصر بالله نظم قنا أما شعر قنا وقبيق تحدى وتحية تراب لبضع سي وحي عربي كتقاني قرآنك يسكم دماها قرآنك لبضع بو كدوين تحنا ماها ترابنا ماها لبضع من ماها وحاجر يعني سياوة بضن أي ماركتي عربتو ay dafri badan bay leeyihiin waxa kamida maahmaahdo oo waxyaabo badan faa'iideysa waa kamid waxa kamid baanisaha oo doodaha adag ayaa kamida maartay hadii jeer khatarta ah ay sameen jireen ee suuqyada la isugu imaan jiray ee laga baani jiray 100 ku baana hebel la yiraahdo maartay doodaha adag iyo maartay khudbadaha labadaba loo jeediyo ayaa jiray jiray gabayna maaha geeraarna maaha buraanbur maaha tixo dhan maaha laakiin waa hadal haddana la yaab leh oo la dhageysto oo dhaxal gala oo la qoro kuwaasi nasrigeen nadmiga midna maaha shicir iyo nasri midna maahayn fuhuwa quraanku mucjizatu wuxuu ahaa mid la yaab leh oo mid la yaabtay mucjizada soo luqawiyatu xagga luqada ayaa sidoo u qoran yahay quraanku وأدبية حق السوغانت
labadaba oo jadiidatan cusuban hore loo aqoon buu ahaa tamaaman si dhammaystiran ayuu cusbaa hore looma arag wax ka mid a lama arag hadda walaysa hunaaka halkaa ma yaallo adduunka kitaabun kitaab ma yaallo qablahu qur-aanka ka horreeyey oo yushbihuhu u eg adduunyada ma yaallo waxaytu innahu nazala markuu ku soo degay nebigu cafwan qur-aanku markuu soo degay calaa rajulin nin ummiyin sidii hooyadii ku dhashay ah oon waxna akhrin waxna aan qorin waxba baranin oo aan madarasad gelin oo aan waxbaba dhigan fahuwa isagu qur-aanku fahuwa qur-aanku daliilun wuxuu tilmaamayaa ama ku soo degitaanka uu ku soo degay nin aan aqoon waxbarasho marka hore lahayn wuxuu tilmaan u yahay daliilun kabiirun waa tilmaan weyn oo caddaynaysa calaa annahu laysa inaanu qur-aanku ahayn min camalihi wuxuu nebigu sameeyey maaha waayo dee waxnama qorto waxnama akhriyo kutub kale waxba kama soo faa'iidaysan karo xataa afkaartiisa ma qoran karo isuma geysan karo qoraal isuguma geysan karo sida aawadeed wuxuu caddaynayaa qur-aanka inaanu nebigu samayn calayhi salaatu wasalaam wainamaa huwa waxyun wax loo sheegay buu ahaa waxyun wax loo sheegay oo si gaara loogu sheegay oo munazalun xagga ilaahay laga soo dejiyey xagga ilaahay looga keenay itniin jaa-at fi lqur'aani qur-aanka waxa ku yimid ku soo arooray oo ku qoran ishaaraatun tilmaamo kahiiratun fara badan oo tilmaamaya ilaa xaqaa'iqa waxyaabo run ah oo cilmiyatin xagga aqoonta ku salaysan cilmiyatin haddii la yidhaha inta badan waa aqoonta cusub ee sayniska ee laga dhaxlay ama laga faa'idaystay xisaabaadka iyo cilmi falaga waxaan imanka cusub ee la sameeyey ee la gaadhay waxyaabaha sayniska ka hadla imanka adag waxyaabo runahoo ka mid ah ayaa qur-aanku sii sheegay lam yatawassal ma gaadhin ilayha waxyaabaha runta ah alcilmu cilmigan sayniska imanka la bartay ilaa fi lcasri alxadiid waqtigan imanka cusub ayuu arrimaha qur-aanku sheegay ay ogaadeen kuwa saynis yahanada ee wax baadha walaa yumkinu suurtagalna ma aha ma ahayn suurtagal an tuujada in laga helo fi lbay-ati deegaankii asaxraawiyati lama degaanka ahaa ee biyihii baadkuba ku yaraayeen ee burcuyda badnaa allatii deegaankaa lama degaanka ahaa ee nasha-a uu ku koray fiihaa deegaanka muxamedun sal sl nebi maxamed uu ku kolayna waxyaabahan cilmiga in laga helaa waabay adkaayeenba waxyaabahan cilmiga ee qur-aanku ka hadlay in laga helaa deegaanka nebigu ku koray ee lama degaanka ahaana in laga helo oo wax aqoon ulihi joogo oo wax ka sheegi karaaba suurtagalba may ahayn waqtigaa wa min amhilati dalika tusaalayaasha waxaa ka mid a waxyaabaha cilmiga ahee deegaanka nebigana aan laga aqoon dunidana aan laga aqoon waqtigaa gebigeedaba ee dhowaan la ogaaday waxaa ka mid a alishaaratu tilmaanta uu qur-aanku ka bixiyey ilaa tadawuri ljaniini siduu u koro uurjiifka fii badni ummihi caloosha hooyadii ku jira qur-aanku wuxuu tilmaamay xilliyada iyo maraaxisha ilmaha yari marayo inuu dhiig noqonayo haddana wasad hilibana noqonayo haddana dabeedna ilaahay subxaana wa tacaala lafaha u samaynayo haddana hilibka saarayo oo naf ilaahay gelinayo tusaalayaasha tilmaamaha qur-aanku sheego oo dhan baa sidoodii loo ogaaday waqtigaa hore lamana ogaan karin lamana aqoon adduunyada dhan ma aqoon deegaanka nebigu ku koree ku barbaarayna cid ka taqaana ma jir laakiin beri dhoway dhoweyd baa la ogaaday xaqaa'iqdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ilaahay ugu sheegay ee qur-aanku caddeeyey ee qur-aanka ku soo degtay beri dhoweyd baa la ogaaday waxaa kaloo ka mid a bisamaati alasaabic baa ka mid ah farahan waxay leeyihiin xarxariiqiyay leeyihin waxyaaba imanka lagu garto ee dadka lagu soo saaro bisamaati alasaabic ee layidhaha faraha laga dhigay la yidhaah qur-aanku wuu tilmaamay markaa farahaasi makhluuqa ilaahay ee inta darteed tala alihi isku mid maaha mid waliba waa gaar waxyaabaha mucjiza ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa aad ku xaqiiqsanayso makhluuqa aad aragtay qof qof kaaga khaldamaya oo aada u garan ka garan weydaa ma jiro qof qof la cod yihiina ma jiro qof waliba sumad gaaruu leeyahay waa weligood baa lagu leeyay laba qofoo isku khaldamaya ma jiraan aadnoo aad aragto qof qof kaaga khaldama maad arag laba isu dhow waad arki laakiin laba isku mid ah
وأن لك الجرين لما هليه ويكل دوينه ساس فروه داسنا قف قف وقلت مني أنا شرو قرآن كوس وسين وهو هيبة أفكارين صور أنت هاسهم مليار با ما أنت أديه دكنور إلى ما أنت أديه مخلوق الله بره إلى ما أنت قف قف لم بده مشرو قف لو قف لو كدوين كم قلت مني قف نقف قف لو واقار واتاي فريه سنة واقار أستعملها فرح واقار ومن نمت وتأديه لو ولقى وهاي مغفرت لي نقص على درتي قف قروه قف لفريه مشرا لقولي ta quraan ka sheegay oo tilmaamay waa kala marka iyaduna kam aad ka fahmaysaa awood ilaahay la yaab kale wakayfa annaha la tatashaba waxa kala quraanku tilmaamay sida aanay annaha astaamaha iyo sumada faruhu la tatashaba ana isugu yeegan bayna naas dadka dhaxdiisa ala kasratihi ma kasratihi iyo dadku aad u badan hadana qof fariis faraha kala hadda kala saaray lama diin ma jiraan dadan computerka waa xeelan lagu ogaado dadanka saa u saarto fartaadaas inay ku jirteen kaloon gu sheegayaa ma sheegayo far kale hadii la saaro oo taadaas ku jirto ma sheegayo taad uu sheegaya makhluuq kale dhan haday saaran maaya taad uu saaraya inta ku jirto uu sheegaya inta kale uu garanayay ma hayo uu boornay faraha ma hayo hadii kale waxaan ogaan hayaa fartan uu ku jirto uu boornay waanu soo saaraya وكذلك الإشارة توقف أو القرآن قتل مامي أو عيالا معجزة كاملة إلى حركة الشمس عباد إلى صعوده والقمر إذا يحيون صعوده ونشأة الكون أبورك الدنيا دنا قتل مامي والأمطار هو قتل مامي وأيضا علمي الله يابك والنباتات إرتئيس وبحتان كده هي أبورك قتل مامي وأرهم هذا علمي قال له قاضي إما هو سيد القرآن قو شجع النقطي ثلاثة تشير وحي تلماميان المسادر ميلها لو نقضو اي قندقة التاريخية التاريخ دو اي سنتيسو يمهرده يسويال كنرشو الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم رسول نحريسين الى دوش سهاتي كان وحو هانشر يضربو بدك عطسدا او ويديستا من كتاب الوحي رقي قوري شري وحي او قرآن كرقبا قوري شري وكعو تنجري وكان عددهم 29 من الصحابة سقال يلا باتنن أي أهاي أنا سحابتي قرآن كقول شرتي وعمرك كعو تنجري نبقوا عليه الصلاة والسلام رقا قرآن وحي قرى أن يكتبوا إنا القرآن ما نزل عليه وحي النبي كسودك بعد نزول الوحي مرك وحي كساو سودك مباشرة نسيت توصى مرك وحي رنجري آية ها قرى أعطي سورة سودك قرى قلق سوقاتا سيدك ساو قرى النبي ورنجري عليه الصلاة والسلام سألت وأني سألت إلى بعض تاني نواهن وكان يمنع أصحابه وأصحاب زوجه وديد شري نبيجو من كتابة حديثي حديث كان نبيجو أفقه وكشة يقرأ القرآن هقول نبيجو نشري حديث في أول الأمر مركي هرة برجي هرة وحول نشري حديث كه قرنا القرآن كمركي يقصد دقون قرآن مركي بقرب ورنشري هو ورنشري حديث كه قرنا حتى لا يختلط حديثه سأنا أقول لح ملمن أما أقول لح قلدمن ونال لح جرين حديث النبي قبل القرآن القرآن كسأنا أقول لح ملمن الذي القرآن كهو يسوي كلام الله القرآن كهذا الكيلة هيئة إيه هذا الرسولك سأنا أسوي قلدين أيه ورنتري حديث كهرتها قرن بيرجور ساس ورنتري إيه القرآن كقرأ تبع الحديث كان ورنتري مر كورها بيرجور هرنا هقرنا وكادية هذا اختر الجواب الصحيح وكان امتحانك دبا سعودي هذا الكلام نسوا شيئا هذا هذا الكلام سواه لقاه ويدين إياه واحد دورة الجواب تصحده واحد كده دورة نسا الجواب تصحده بوضع دائرة واحد تاريسا جواب تجلسا حول الحرف حرف كجواب تكون هبون حروف بيكون قرنت هاي جوابته حرف كجواب جلي جوابتي تصحده أي تاي واحد الفكرة الرئيسة فكرتها هي أرنك وجوين في الفقرة الأولى فقرة ظهرة تدعى هرة فقرة ظهرة واحد ويا لك واحد كبر عبنتها إلى أنت اثنين كهرة يسوين هي ألف كان محمد صلى الله عليه وسلم النبي وحها لا يعرف القراءة ولا الكتابة مو أقول النبي وح الآخر يوم مو أخري كريتر وح قرن وح لو يرينا مو قري كريترين وقذب كاسة أقوم يمسون حمار سنتهاي بام وح حمار سنتهاي
القرآن ليس كالشعر القرآن كقبي قلمد معها أي حمبارسنت ولا قادنا يا جيم وحلا قادنا يا القرآن معجزة القرآن كوا معجزة لهي سودتي وليس من عمل محمد صلى الله عليه وسلم عمل أما شقاء نبي محمد قبطي القرآن كنبي محمد موسى ماينة ومعجزة إلهي تاوضن بيسال القادنا جيم كأ وعنو كفا إذا سننا القرآن كوا معجزة لهي سودتي معها نبي محمد مدو سميه معها اثنين الفكرة الرئيسة في الفقرة الثانية فقرة اللباد ثلاثة أقوم مهمسن يارن كأقوم مهمسن يكترى هي وحوي ثلاثة وحوي اثنين جاءت في القرآن إشاراتهم بلغة بلابيا إلى واحد السوق عارسين إياه ولا مدار والنباتات أو مارت صدق هذا كور رئيسة محا أقوم مهمسن هذا بكترى فكرة فقرة اللباد ألف في القرآن الكريم إشارات للبيئة الصحراوية وها القرآن الكريم كأكو قرن تلمام الشيء ديغانك السحرة هاي لما ديغانك في القرآن معجزات علمية كثيرة قرآن كواحا قرآن وحياب الله يابله وعلمك حقيسة لحليل أقوانتا قارهان أقوانتا سينس كويمكا إشيكتي أوفر بضن جيم في القرآن وحا كترة إشارة تلمالة تلمامة إلى تطور للجنين سيدو يسبدلو أما أكرا ونقبع أورتيف وحا عروش كترة وعن قرآن أمركا تأه بعضه وقال في القرآن معجزات علمية كثيرة تبا كترة وجنين كانين وكمدي هاي أيها كترة ثلاثة الفكرة الرئيسة في الفكرة الثالثة هي هذا فكرة أقوم مهم سنة أقوم مدن أيها كترة فكرة أما تدعى صدحات هي فكرة سواحي تهاي وعنو جدا واحي تهاي فكرة فكرة أقوم مهم سنة وحوية ألف تدوين القرآن وديوان قلنت يا قرآنك قرآنك القرآن بقى نزول الوحي سودكتانك وحيك جيم أسلوب الحديث هبك حديث وعن مركا قادرين آيو إنه أقوم مهمسن تدوين القرآن قرآنك إن القرآن مركيبة أيه تلمام إيسا أربعة أهم الدليل على أن القرآن ليس من عمل محمد صلى الله عليه وسلم دليلك أقوم مهمسن عدين إيا قرآن كنا نوهين وحق النبي كيمد وحوهي ألف القرآن وقرآنك مختلف عما يعرفه العرب من الشعر والنثر وحكد وينها قرآنك وحي عربية قانين قبي جدا وقبي أه أما تحي التراب مد نبا وكد وينها تاسات الماما سينو قرآنك يهي إلى النبي سمين ألف باء المسادر التاريخية سلقية يقول لقية التاريخ يسويالك تقول وحي لا هذا هاي وتعرف عضين إسا إن القرآن وحي من الله قرآنك وحي إلهي حقي سكيم تاسع عضين إسا إن قرآنك إلهي سود الشيء آن النبي محمد حقي سكيم جيم محمد صلى الله عليه وسلم كان أميا وح عضين إسا النبي محمد إنه أمي أها وننا وحنا قرين وحنا أخرين تاوضا مسير مركان قادنا إنا والنبي محمد أمي بوها والله أعلم بالصواب وبالله التوفيق